السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمق قناة جيمر جايز. إن شاء الله اليوم بنشرحكم كيف تهزم الدراجون لورد. طبعا في أشياء أنا نظام لعبي مثل ما تشوفون درع وسلاح، بنعلمكم أول شيء وش تسوون خلينا نقول خواص تعدلها عندك، بعدين عاد تبدأ تهاجم مثلا اللي هو دراجون لورد. فنجي نجلس احنا هنا حاليا، تمام؟ بنختار احنا عندنا أول شيء اللي هو الفلاسك الجانبي، خلينا نسميه اللي هو شخصية الشباب عشان يعطي كدرع أو أشياء ثانوية، اللي هو النكس هنا. أنا حاط إنه يستعيد لي الماجيك كامل، تمام؟ وإنه يعطيني شيلد، أوكي؟ طيب هاي شغلة مرة مهمة. الشغلة الثانية ندخل هنا عن طريق الآش أوف وور، تحطون على النقطة اللي حاطنا على السلاح حقي هذا، حاط عليه خاصية اللي هي هذه اللي هي اسمها البلاك فليم تورنتو أو تورنتو، اللي هو عبارة عن إعصار من البلاك فليم. طبعا تختار هنا، تنزل تحت تختار اللي هي فليم ارت. طبعا حطيتها، راح اذا انت حاط خواص اضافية على السلاح راح تختفي، اوكي؟ فاختر اللي هي الفليم ارت، حط عليها كذا اكس وخلاص. فعشان تشوفون المهارة نفسها حقتها اللي هي هذه، نطلع احنا هنا، فهذه هي الحركة. طبعا هذه الدمج، انا بالنسبه لي انا دمج 5000 على البوس نفسه، فتعتبر خاصيه مره قويه، بس انها تتاخر، فاختار اللحظه المناسبه اللي تضرب فيها اللي هو دراجون لورد. عندك شيء ثاني اللي هو الجريت هون، انا حاط حقه موغ اللي هي الجريت هون. هذه ميزتها انك لما تشغلها لو معك اللي هي الارك عشان تفعلها، هذه لما انت تستدعي اللي هو البلاك نايف يكون يتحرك اكثر ويكون يرمي اكثر، تمام؟ فهذه راح تخليه يتحرك مره كثير. عندك هنا ارضه برضو، عفوا معليش، اللي هي التلزمن، انا حاط التلزمن هذه ترفع الفاير اتاك، وعندك هنا ترفع لي اللي هو الرايز اتاك، ترفع الاتاك حقي. وانا حاط هذه اضافيه عشان بس ترفع عندي موضوع اللي هو الاركين، وتوفى عندي الاشياء الثانيه عندي كلها، تمام؟ هذا حاليا بس تحتاجه، فانت حط واحد ماجيك عندك هنا ومثل ما قلنا هذا. طيب الحين اول ما تهجم على دراجون لورد فلازم تسوي استدعاء اول شيء من اول، انا اسميه اول ويف. فاهجم عليه، سوي له كم ضربه، اذا طلع عليه الخاصيه هذه حقت اللي هي اللايتنج او خلينا نقول الباك اللي يضربها فيك، فاقرب منه انت وعطه ضربه او ضربتين، وحاول تتحرك دائم، ما تحاول تثبت على مكان واحد، اوكي؟ راح نعطيه ضربتين زي كذا بالطريقة هذي، نبتعد ويعطيها الكهرباء مرة ثانية، نعطيها ضربتين ثانية أو ثلاث، بعدين نغير مكانك بسرعة قبل يضربك الباقي هذا، بعدين حاول تقرب منه. أول ما يرفع يده اليمين هذي بيضربك فيها، تشقلب وين رايح لما، بعدين حاول تبعد عن الجناح حقه هذا، ترجع ورا عشان ما تضربك النام زي ما ضربتني أنا. فهنا فرصة عندك إنك تضرب ضربة خاصة الحين، فأعطوا اللحم فيه وأعطوه الضربة الخاصة هذي، هذي راح تسمعك إنك تدمجها 5000. فيحت دمجها مرة حلو. طيب تبتعد الحين من هنا، تعطيها فلاسك ثاني وتجمع ثانية وتعطيه مرة ثانية هجوم ثاني. فأنا الحين بحاول أقرب منها زيادة عشان أعطيه هجوم بعد زيادة، لأنه هو الحين خلاص بيبدأ يمشي، خلاص بيبدأ يعطي نهاية الويف الأول. طبعا الحين أول ما يطير أنت حاول تبحث عنه في السماء، من تشوف الضباب حقه اللي يجي في السماء هذا، تمام؟ عطوا انحاش مثل ما انحاش انا زي الان، وبعدين لف يمين، تمام؟ واذا قرب منك مره تشقلب على الجهه اليمين عشان تتجنبه، بعدين اول ما ينزل بالطريقه هذه ابدا انت انحاش مثل ما تشوف زي كذا، انا متجه للكاميرا مبدا انحاش بالطريقه هذه. بلاك نايف الحين ينفع تسوي استدعاء للبلاك نايف. طبعا انا نسيت اني اشرح لكم هناك عن اللي هو البلاك دجر، اللي فيه خاصيه انه تقمز ويرمز زي الويف اللي هو يستعمله اللي هو البلاك نايف، نفس السلاح حقه، اوكي؟ فهذا سلاح مره مهم لازم تجيبه عشان يساعدك انك تخلص او تقتل البوس ذا، لان في الويف الثاني والويف الثالث بيكون صعب انك تقرب منه، مره يصير موضوع صعب، يعني في مخاطره انك تموت. فانتم تشوفون انا الحين اقرب منه وارمي عليه ب البلاك دجر هذا، تمام؟ او البلاك نايف خلينا نسميها يعني اللي تبون. فابدا اهجم عليه بالطريقه هذه، فحاول انك تقرب منه. طبعا انا مشكلة الحين سويت اكثر من هجوم وما كنت، يعني حاول انك تقرب عشان تقدر تنفذ هجوم اعداء عليه بشكل صحيح. الحين المهارة الثانية حقته وينك؟
طيب شوف الحين الحين حطاها هو ال ال بعد ما طاف السماء اذا شفت اعطاها اللف الكبير هذه انت اتجه لليسار واول ما ينزل اعطوا تشقلب في الجهه اليسار لا تتشقلب يمين تشقلب يمين ترى بيضربك او يقتلك خلينا نقول فابنك تستعمل الخاصيه هذه اكتشفها بحيث انه حتى لو ضربك بحيث انك ما تموت مزيم كذا مزيم سويت الان طبعا الحين اشكريه كنت مره بعيد كنت خايف اني اموت فالاصل انك تقرب منه تمام وتنفذ الضربه هذا عشان تجي فيه شوف على حظ يتحرك فتجي مره ثانيه تهجم عليه مره ثانيه تقرب منه تحاول انك تقرب منه عشان تعطيه الضربه الخاصه هذه لان هذه زي ما يسويها البلاك نايف انت بتسويها بعد ايوه شوف الحين بحاول اعطيها بس بحاول اتاكد ان هي بس يوقف هجوم حقه شوف الحين كل شوي شوف الان انا ما فضلت شوف هذا كله الحين دمج قاعد يصير من لان من البلاك نايف اللي هو استدعاء اللي قاعد نفسه قاعد تسويه فحاول انك تقتله في الويف الثاني ما تسمح له شوف الحين قاعد قمت على الاولى وحين بقوم عليها الثانيه تمام بحيث انه ما ينتقل للويف الثالث الويف الثالث هو اللي بيطلق فيه الليزر فاستعمل اللي هي البلاك نايف هذه بتساعدك مره كثير انك تقتله فهذه الادب الخنقر طريقه مؤكده بدون انك بدون ما تسوي انك تسوي بيلد يعني حق بلاد ولا اي شيء ثاني فهذه طريقه مره ممتازه.